ماي جاد فوق المطار يا مناوي، اقسم بالله ما حدش كان يتخيل حرفيا انه يكون موجود هنا تحت فوق المطار كده، اقسم بالله صعبه. اشترك اوعى تفطر عشان تاخد حسنات، اوعى تاكل بطاطس ده هطلع لك في المنام. حط حالا اللايك عشان تبقى جمدان، حط حالا اللايك عشان تبقى جمدان. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، عشان فيديو النهارده يا ابطال متحمس ليه جدا جدا جدا، عشان فيديو النهارده حرفيا يا ابطال جايين دلوقتي حالا يا ابطال نجيب، ايوه دي اصعب حاجه حرفيا يا ابطال، هي تقريبا يا ابطال ما اعتقد العربيه اللي لونها ازرق، ايوه يا ابطال، لا اللي هي لونها لبني تقريبا، ايوه هي دي حرفيا اصعب عربيه، واللي هي الاكستريم يا ابطال في الايزي والميديوم والهارد والاكستريم. ويلا بينا عشان ما نكسح حرفين يا ابطال، هنجيب البيضه الاصعب بجد يا ابطال، وهي بيضه الاكستريم، في 50 بيضه لازم نجيبها. يلا بينا يا ابطال، حطوا حالا اللايك بتاعكم الجامد عشان حرفين يا ابطال مفيش كلام نقدر نقوله، لان احنا لازم نجري بسرعه جدا جدا ونلحق يا ابطال. ادي اول بيضه لقيتها، اقسم بالله يا ابطال في وشي ومتحمس جدا يا ابطال، يا ترى فين باقي البيض؟ المفروض يا ابطال لازم نستخدم حاجه، وهي يا ابطال السلم حرفين. خلونا يا ابطال نطلع هنا كده، تمام يلا بينا يا ابطال. ايوه حلو جدا، المفروض هنا يا ابطال نحط كده السلم، ليتس جو، عشان في بيضه يا غدارين، في بيضه هنا اقسم بالله. يلا بينا يا ابطال، وخدتها حرفيا تمام، وحرفيا يا ابطال اوريكم خدعه جامده جدا يا ابطال، وبجد كلكم حرفيا يا ابطال مش هتصدقوها. يلا بينا احمد اكس، عشان المفروض هنقعد كده. شوف احمد اكس، لازم تيجي تقعد هنا، لازم تيجي تقعد هنا، ايوه ايوه اقعد هنا، بس اقعد هنا، ايوه تمام. هتتفتح عندي المفروض، ايه ده واتزا، المفروض تتفتح يا ابطال، ثانيه كده المفروض تتفتح، والله حرام، ثانيه والله يا ابطال المفروض احنا نقعد هنا، ايوه كده المفروض تتفتح، اقسم بالله ابطال والله المفروض تتفتح. او ماي جاد يا ابطال احمد اكس ده، او ايه؟ طب وانا ثانيه، انا فهمت لازم حد يفضل قاعد عليا. يا احمد اكس خلص يا عم، خد البيض اللي جوه، ايوه اقعد باين اقعد. ايه ده ازاي؟ وات ذا، انا المفروض ان انا ادخل كده؟ والله يا ابطال الموضوع جدا جدا. او ماي جاد واحد، ايوه او ماي جاد يا ابطال على المكان، اقسم بالله يا ابطال المكان جدا جدا جامد. او ماي جاد والله عاش جدا يا ابطال. ايه ده، هي بيضه واحده بس الموجوده، اقسم بالله ما كان معانا. ايه ده، ده انا في، او ماي جاد حرفيا يا ابطال بدأوا يحطوا اسرار جامده قوي. ايه ده، هي دي سلسله خدع التيك توك ولا ايه؟ مناسبه يا ابطال احنا موجودين هنا، يبقى لازم يا ابطال نجيب حالا السرير، ليتس جو. يلا يا احمد اكس، ايه ده مش عايز اقعد يا عم، انا ماليش دعوه مش عايز اقعد، ولكن ايوه دي لازم اخدها. هنقوم عاملينها يا ابطال كده تمام عشان ننام. يلا يا باشا نام، اوب لا 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 كده غلط يا ابطال، كده يا ابطال حرفيا عملتها كله غلط، لازم نعمل كده يا بلا، مش كده، يبقى كده ايوه تقريبا كده يا ابطال. شوف يو احمد اكس ده يا عبد اللعيب، ايوه ايوه المفروض كده، ايوه يا بلا نام يا بلا نام. والله يا ابطال في مشكلة، المفروض يا ابطال صغرت نفسي، ليتس جو اخيرا انا ابطال خدتها، والله كانت مهمة صعبة. يلا بينا احمد اكس، عشان المفروض المكان اللي بعديه اصعب بكتير، اقسم بالله يا ابطال 50 واحدة، الموضوع مش سهل خالص، اقسم بالله يا ابطال. خلونا دلوقتي حالا ننزل كده، لازم يا ابطال نكبر نفسنا كده شوية، نعمل كده. يلا يا بلال كبر نفسك، يلا ليتس جو، عشان حرفيا يا ابطال هنروح عند المكان اللي بعدها يكون جدا جدا صعب، تمام يلا بينا عشان المكان ده يكون جدا جدا. بصوا هو مش اصعب حاجة، احنا لسه حرفيا يا ابطال ما شفناش حاجة، احنا دلوقتي ايوه نطلع كده، نطلع ايوه ايزي يا ابطال، ليتس جو. يعني احنا يا ابطال حرفيا كنا في مكان، يعني المكان يا ابطال اللي هو بتاع القطر تمام، فالمفروض دلوقتي حالا يا ابطال هننزل عند مكان القطر وهندور فوق القطر، ايوه يا ابطال هندور فوق القطر بيه، ايوه كده نقوم حاطين كده ونعمل كده، اه مفيش هنا اي حاجه. يبقى يا ابطال نركب انا واحمد اكس كده القطر، ليتس جو يلا بينا يا عم، ونروح حاجه يعني مدينه ثانيه تمام. هنروح دلوقتي حالا يا ابطال محطه ثانيه، هنعمل فيها نفس الكلام، ليتس جو، وصلنا اخيرا، كويس جدا نقوم عاملين كده. او ماي جاد ايوه في المحطه دي، سو ايزي يا ابطال. دلوقتي حالا يا ابطال هنروح مكان جدا جدا ايزي، او ماي جاد بعيد شويه ولكن ليتس جو، يلا ورا احمد اكس. حرفيا يا ابطال احنا دلوقتي جبنا 6 من 50، انا عارف الموضوع مش ايزي خالص، ولكن يا ابطال هنحاول على قد ما نقدر ان احنا فعلا يا ابطال نعملها صح. ليتس جو ايوه يا ابطال، هي قدام اهي، كويس جدا. يلا بينا يا ابطال عشان الثمانيه في الحمام، ليتس جو. ايه ده راحت فين؟ هي راحت فين؟ والله المفروض ان هي تكون موجوده. ايه ده والله يا ابطال المفروض تكون هنا في الحمام، او ماي جاد يا ابطال لقيناها، عاش جدا. يلا بينا يا ابطال عشان حرفيا يا احمد اكس المكان ده، يعني انا ما كنتش اتوقع، اقسم بالله احمد اكس ما كنت اتوقع. يلا بينا يا ابطال نعمل كده ونطلع فوق، عشان حرفيا نفضل ماشيين كده على الطريق ده فوق، ليتس جو. او
ماي جاد فوق المطار يا مناوي، اقسم بالله ما حدش كان يتخيل حرفيا ان يكون موجود هنا تحت فوق المطار كده، اقسم بالله صعبه. يلا بينا يا ابطال عشان شوفوا ابطال موجوده فين. اوبا اديله ليتس جول 10 معانا. تخيلوا يا ابطال اللي احنا ممكن نلاقي ابطال بيضه جوه الطياره. ايوه ده بجد يا ابطال ليتس جو، عشان دلوقتي حالا نروح الطياره نركبها. تمام يلا بينا ندور هنا ولا هنا. او ماي اوه والله ابطال لقينا واحده عاش. ويلا بينا ابطال نطلع حلو جدا، عشان المفروض دلوقتي حالا ابطال نروح مكان جدا جدا جامد، وهو بصراحه ابطال انا نسيته. لا ابطال افتكرته. خلاص يلا بينا. ايوه ايزي ابطال، اقسم بالله سو ايزي. يلا بينا نعمل كده. ايوه يلا بينا يوبا نطلع كده. عاش جدا يا ابطال. معانا دلوقتي ال 12، فين يا ابطال ال 13؟ جدا جدا صعبه، ولكن هي في نفس المكان، بس مش عارف يا ابطال ازاي نجيبها. ايوه هنا، اقسم بالله ابطال الموضوع جدا جدا صعب، ولكن خلونا نعمل كده. تمام اوبا ايوه اوبا يلا بقى. ايوه عاش جدا. يلا بينا دلوقتي حرفيا يا ابطال ندخل جوه عند المذيع احمد اكس. يا عيني يا ابطال بيحاول يجيبها، انا جبتها في ايزي سو ايزي حرفيا. يلا بينا يا ابطال المكان اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، اقسم بالله مش محدش هيصدق. بصوا يا ابطال هنعمل كده وننام هنا. ايوه يا رب يا ابطال بس يخلينا ندخل. او ماي جاد لا 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 اقسم بالله كده غلط. يبقى هنا يا ابطال، ثانيه ليتس جو. ايوه تخيلوا يا ابطال يبقى هنا فعلا، يبقى هنا. او ماي جاد يا ابطال حرفيا جبت العيد تقريبا يا ابطال. نقف هنا تمام ايوه ونعمل كده، المفروض نعمل كده. ايوه او ماي جاد في ايه ده؟ لا اقسم بالله ده كذب حرفيا يا ابطال. هي دي الاوضه الحته الصغيره لازم ندخلها. تمام ابطال فهمت. ليتس جو. يلا بينا يا ابطال. حلو جدا جدا جدا. خلينا ابطال نعمل كده 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 تمام جدا. ايوه هي ابطال الحته دي. لا 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 مش وقت تاني. المفروض يا ابطال حطيت حرفيا السيف في المكان الصح. او ماي جاد اقسم بالله ابطال يعني المفروض بجد في المكان الصح. اقول لكم يا ابطال بصراحه انا يئست، ولكن ممكن ابقى ادور عليها بعدين. عامه يا ابطال دلوقتي حالا يلا بينا، عشان حرفيا يا ابطال هنروح نجيب البيض رقم 14، المفروض تكون 15. يلا عادي بقى يا ابطال، المفروض يا ابطال هنجيبها من هنا. تمام السوبر ماركت حرفيا. ليتس جو اخيرا يا ابطال. ايوه كده عايزين حاجات سهله. يلا بينا يا ابطال عند البسين. تمام حرفيا المكان اللي بنتراس بين اي حد بيتراس بين فيه لما بيجي بينزل. هوبا ليتس جو يا ابطال. يلا بينا نعمل كده. حلو جدا. ايوه يلا بقى ادخل بقى. يلا يا عم بلال ليتس جو يا ابطال. قدامي حرفيا البيضه الصفراء، هو ده الكلام. او ماي جاد يا ابطال، على فكره يا ابطال في بردك هنا حاجه بردك بيضه. فين فين؟ على ما اعتقد هي هنا مستخبيه هنا. انت فين انت فين؟ هلا والله كيف حالك يا البيضه. ليتس جو يا ابطال، معانا دلوقتي 16 بيضه. يلا بينا يا ابطال قدام مركز التبني، عشان بصراحه الموضوع جدا جدا صعب يا ابطال. ايه ده احمد اكس يا ابطال؟ احنا قاعدين بنطير، انا واحمد اكس حرفيا قاعدين بنطير، والله العظيم الموضوع مش سهل خالص. ايه ده هي فين دي؟ او ماي جاد بص ابطال موجوده فين؟ والله غداره اقسم بالله، مكان غير متوقع. خلينا ابطال نجرب كده البيضه اللي في المكتبه نشوفها ازاي. يا نهار ابيض. ايوه ايه ده؟ هو في حاجه هنا ولا ايه؟ ايوه او ماي جاد، هو انا كده خدت بيضه؟ انا مش شايف اي حاجه اقسم بالله يا ابطال. خلونا نعمل كده. هو تقريبا يا ابطال فعلا انا زدت كده ولا ايه؟ ايوه كويس. ايه ده؟ اقسم بالله يا ابطال مش فاهم اي حاجه، الموضوع جدا جدا غريب. ايه الجليتشات دي؟ يلا بينا يا ابطال هنروح دلوقتي. احنا عند عياده الاسنان ومفتوحه الحمد لله يا ابطال انها مفتوحه. ايوه السلام عليكم، عندكم هنا بيضه؟ ايوه في هنا بيضه يا جدعان. اه يلا بينا وخدت البيضه. ليتس جو يا ابطال، يلا بينا ننزل. حرفيا يا ابطال عند البنك. ايه ده يا ابطال حرفيا احنا بقينا نروح سو ايزي اقسم بالله. يلا بينا يا ابطال بس ناخد الكارت ده. كويس جدا. ايه ده انا اخدت ايه ده؟ سرير ايه يا عم؟ يلا بينا ناخد الكارت ونفتح كده الباب. شكرا لاحمد اكس على التوصيله. وليتس جو اهينا احمد اكس، خدتها سو ايزي حرفيا ورا الزرعه دي. انت بتعمل احمد اكس؟ بتفجر البيضه. يلا بينا احمد اكس نهرب بسرعه، عشان كمان بيقولوا فين في بيضه احلى بيضه اقسم بالله. يلا بينا احمد اكس، عشان حرفيا بقول لكم يا ابطال يلا بينا، عشان المفروض نطلع هنا وبعديها هنخش هنا. تمام الحمام، فين الحمام بسرعه؟ بطني وجعاني. ايوه المفروض هنا بيضه. يا عم احمد اكس هات البيضه. عاش جدا. يلا بينا يا ابطال عند مركز التبني. ليتس جو. ايوه حلو جدا يا ابطال مركز التبني هنا. تمام المفروض يا ابطال فين؟ او ماي جاد تعالي ليتس جو شفتك. يلا بينا دلوقتي حالا يا ابطال، عشان هنروح عند الشرطه. الموضوع جدا جدا صعب يا ابطال، وانا حاسس ان انا مش هقدر اكملها، ولكن كفايه يا ابطال ان انا فعلا يا ابطال عرفتكم الاماكن بتاعه البيض كلها بجد يا ابطال. احاول ان انا على قد ما اقدر اعرفكم كل اماكن البيض. تمام ليتس جو. احمد اكس لعيب، احمد اكس يا ابطال حرفيا لعيب. ايوه هنا احمد اكس ويوبا سبايدر مان. ليتس جو ايزي يا ابطال. دلوقتي يا ابطال بردك في بيضه ثانيه المفروض هنا. تمام ولكن خلونا يا ابطال، لا ثانيه يا ابطال هي مش هنا مش هنا. خلونا يا ابطال نعمل كده. ايوه انا فاكر المكان ده حرفيا. ليتس جو. لا انا عايز اطلع هنا، عايز اطلع هنا حرفيا يا ابطال. ايوه اوبا
بابا اديله. ايوه بعدين ندخل هنا تمام، حرفيا ابطال الدنيا ضلمه مش شايف اي حاجه، ولكن ايوه او ماي جاد ليتس جو. حرفيا يا ابطال بيضة صعبه جدا يا ابطال وموجوده تمام عندي ابطال قدام. فين اقول لكم حرفيا ابطال في الاشجار بجد دلوقتي يا ابطال احنا وصلنا لمرحله جدا صعبه، لازم نلاقي البيضه حرفيا في الاشجار، والموضوع ده بجد يا ابطال منرفزني صعب قوي والله. وغالبا يا ابطال ايوه هو يا ابطال هنا حرفيا الشجره. بص يا ابطال بص فوق ليتس جو. اقسم بالله الموضوع بقى كل شويه بيبقى اصعب، لان ده حرفيا يا ابطال مرحله الاكستريم ودي اصعب حاجه حرفيا. ولكن يا ابطال لما نيجي نبص كده هل فعلا يا ابطال العربيه تستاهل؟ هل يا ابطال نعمل كده؟ او ماي جاد يا ابطال اقسم بالله العربيه مش اجمد حاجه، ولكن انا بقول ان دي احلى ثانيه يا ابطال والله. يا ريتنا كنا نعمل الايزي او حتى نعمل يعني الميديوم، ولكن يعني بجد يا ابطال انا شايف العربيه دي احلى. انا شايف هي مش بتنزل ليه؟ ايوه يا جدعان بقى انزلي يا ما والله من او ماي جاد انا شايف ان دي احسن احمد اكس بصراحه، لان انا اقسم بالله ابطال تعبت عارفين ابطال جبت 25 واحده جبت نصهم، ولكن يعتبر ابطال جبتهم كلهم بجد الموضوع جدا صعب. ولكن احمد اكس بص يا ابطال هيموت ويسوقها. ما جمعهاش اصلا يا ابطال، ولكن لحد هنا يعتبر مقطع انا ده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده بصراحه يا ابطال. ايه ده ساقه حرامي ايه التلاته احمد اكس يا نهار ابيض اقسم بالله ما اسيبه. بص يا ابطال هعمل ايه؟ ابلع احمد اكس. ماشي يا ابطال على رجله. يعتبر مقطع النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وكلكم يا ابطال تحت في الكومنتات تقولوا لي هل انتوا ابطال جبتوا اني حاجه؟ خلاص يا احمد اكس خلاص انا اسف بان الفيديو وبكلم الابطال معلش انا اسف. يا ترى ابطال جبتوا الايزي العربيه الايزي ولا الميديوم، ولا ابطال جبتوا الاكستريم ولا الهارد؟ بصراحه ابطال انا جبت العربيه الاحلى فيهم اللي هي الهارد بصراحه، بالنسبه لي دي احلى. ويعتبر بس كده مقطع النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، مع تفعيل زر الجرس عشان ينزل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده يا جيمنج اكسوي سلام.